أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي الطلبة. درسنا اليوم عن السياحة، صفحة 43. سنتعرف على مفهوم السياحة، أهمية السياحة، مقومات السياحة، وأنواع السياحة. ما المقصود بالسياحة؟ السياحة هي انتقال الأفراد أو الجماعة من مكان لآخر داخل البلد، وتسمى سياحة داخلية. أما انتقال الأفراد أو الجماعات من مكان لآخر خارج البلد تسمى سياحة خارجية، وكلاهما بقصد الراحة أو الاستجمام أو العلاج، أو تكون أحيانا سياحة دينية مثل زيارة مكة المكرمة. ما أهمية السياحة؟ للسياحة أهمية كبيرة، منها تعرف حضارات الأمم والشعوب الأخرى وثقافتها. عندما نزور البتراء نعرف أن الأنباط عاشوا في جنوب الأردن. ثانيا، دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل. ثالثا، توطيد أواصر التبادل الثقافي والحضاري بين دول العالم. بالنسبة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، عند إنشاء الفنادق السياحية يتاح لنا إيجاد فرص عمل لجميع المواطنين، وبالتالي دعم اقتصاد الدولة. نأتي الآن إلى أنواع السياحة. للسياحة أنواع عدة، منها السياحة الدينية. ويقصد بالسياحة الدينية بأنها زيارة الأماكن الدينية داخل الدولة أو خارجها، كأن تزور مكة المكرمة، المسجد الأقصى، أضرحة شهداء مؤتة في المزار الجنوبي، وبالنسبة للمسيحيين نهر الأردن، زيارة المقدس. أما السياحة العلاجية فيقصد بالسياحة العلاجية زيارة المنتجعات الصحية والأماكن التي تتوافر فيها المياه المعدنية لغرض الاستشفاء، مثل حمامات معين والبحر الميت لما في مياهها المعدنية، علاج لبعض الأمراض الجلدية والمفاصل. أما السياحة الترفيهية فيقصد الأفراد بعض المناطق التي تتميز بالهواء العليل وشلالات المياه والغابات الخلابة بهدف الترفيه عن النفس، مثل زيارة منتجع البحيرة والعقبة ومدينة الألعاب الترفيهية. أما السياحة البيئية، يوجد في الأردن العديد من المحميات النباتية والحيوانية التي يقصدها كثير من الأشخاص للاستمتاع بمناظرها الطبيعية أو عمل دراسات بيئية بشأنها، مثل محمية ضانة ومحمية عجلون ومحمية الأزرق. عزيز الطالب، اذكر أنواع أخرى للسياحة. نعم، يوجد أنواع أخرى للسياحة مثل السياحة الثقافية والسياحة الرياضية. السياحة الثقافية كأن تزور مدينة البتراء لتعرف أن حضارة الأنباط سكنت في جنوب الأردن. أما السياحة الرياضية مثل تسلق قمم الجبال وركوب أمواج البحر. انتهى الدرس، أرجو أن تكونوا قد استفدتم. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي الطلبة. درسنا اليوم عن المواقع الأثرية في وطني. سنتحدث اليوم عن المواقع الأثرية في وطني. فتعد الأردن من أكثر الدول التي تتمتع بالمواقع الأثرية، وذلك يعود لموقعها الاستراتيجي والمناخ المعتدل. أولاً، عمان. عمان هي عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، عرفت في الماضي باسم ربة عمون أو فيلادلفيا. سميت بفيلادلفيا نسبة إلى القائد بطليموس فيلادلفيوس، ويوجد فيها العديد من المواقع الأثرية مثل المدرج الروماني وجبل القلعة وسبيل الحوريات. جرش. جرش هي إحدى المدن التاريخية التي ظلت محافظة على معالمها الأثرية حتى يومنا هذا. تقع جرش على بعد 48 كيلومتر شمال العاصمة عمان، وكان يطلق عليها قديما اسم جيراسة، إذن قديما كان اسمها جيراسة باليوناني،
ونظرا إلى كثرة الأعمدة التي تزين مختلف معالمها فقد سميت مدينة الألف عمود. إذن يوجد هون سؤال فسر، سميت مدينة الألف عمود، علل. الإجابة إلى كثرة الأعمدة التي تزين مختلف معالمها. ويقام في مدينة جرش مهرجان سنوي يشمل على أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تشارك فيها مختلف دول العالم. أيضا تقع إمقيس في الشمال من محافظة عمان، وتطل على نهر اليرموك وبحيرة طبرية، وتتميز بمعالمها الأثرية العريقة مثل المدرج والحمامات الرومانية والمتحف. نأتي إلى الجنوب، عمان. مأدبة. تقع مدينة مأدبة على بعد 30 كيلومتر جنوب العاصمة عمان، ويطلق عليها أيضا اسم مدينة الفسيفساء. علل لماذا أطلق عليها اسم مدينة الفسيفساء؟ الإجابة ذلك أن كنيستها تحوي أقدم خريطة فسيفسائية للأراضي المقدسة في العالم. ومن المواقع الأثرية في هذه المدينة جبل نبو وجبل مكاور. ماذا يقصد بالفسيفساء؟ هو فن وحرفة وصناعة المكعبات الصغيرة لزخرفة وتزيين الفراغات الأرضية. أخيرا البتراء. اختيرت البتراء واحدة من عجائب الدنيا السبع عام 2007، وتعد البتراء أبرز معالم الأردن الحضارية، وتسمى المدينة الوردية، وهي مدينة تاريخية تقع جنوب المملكة وتبعد 225 كيلومتر عن العاصمة عمان. تتميز البتراء بأنها منحوتة في الصخر، وقد بناها أجدادنا الأنباط واتخذوها عاصمة لهم. ومن أبرز معالمها الأثرية السيق. السيق هو شق صخري كبير يصل ارتفاع جانبيه إلى أكثر من 80 متر من الصخور الملونة، وتغطى أرضيته الحصى، ويمتد نحو كيلو متر واحد يقطعه السائح سائرا على الأقدام، إذ لا يسمح باستخدام السيارات أبدا، ويمكن لكبار السن الذين يتعذر عليهم السير في هذا السيق المدهش استئجار الخيل أو الجمال أو عربة تجرها الخيول للوصول إلى قلب المدينة. الخزنة هي لوحة فنية مدهشة ارتفاعها 43 مترا وعرضها 30 متر، منحوتة من الصخر الوردي الذي يتلألأ حين تشرق عليه الشمس ألوانا ساحرة لهذه اللوحة الفريدة التي تعلوها الخزنة الشهيرة، والتي تعد شاهدا على روعة المكان الذي ينطق بعبقرية الإنسان الذي نحت هذه المدينة في الصخر وتجلت مهارته الهندسية الدقيقة المبدعة فيها. ومن أبرز معالمها أيضا الدير، ويعد الدير من أبرز المواقع الفريدة في البتراء وأكثر جمالا، إذ يقوم على مرتفع عال منحوت بالصخر بأشكال جميلة. انتهى الدرس، أرجو أن تكونوا قد استفدتم. استودعناكم لله عز وجل.